بجلسة المجلس المعقودة في 18 من شهر أكتوبر الجاري، استمع المجلس إلى بيان سيادة الدكتور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن خطة الوزارة، كما استمع المجلس إلى تعقيب سيادته على طلبات الإحاطة والأسئلة المدرجة بجدول أعمال جلسة ذلك اليوم. وقرر المجلس في حينه إحالة البيان وردود السيد الوزير على طلبات الإحاطة والأسئلة إلى لجنة التعليم والبحث العلمي لبحثها ودراستها، وذلك عملاً بحكم الفقرة الأخيرة من المادة 214 من اللائحة الداخلية للمجلس، نظراً لما تضمنه بيان السيد الوزير من تصريحات مهمة وخطط مستقبلية للعملية التعليمية تحتاج للاستماع إلى آراء المختصين في هذا الشأن قبل الشروع في تنفيذها. وفي هذا الصدد أود التأكيد على هيئة مكتب لجنة التعليم والبحث العلمي بسرعة عقد اجتماعاتها لمناقشة ما ورد في بيان سيادة الوزير وما جاء في ردود سيادته على طلبات الإحاطة والأسئلة، وذلك بحضور سيادة الدكتور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والسادة المختصين من الوزارات المعنية لبحث كافة الأمور المتعلقة بالعملية التعليمية في ضوء ما أدلى به السيد الوزير أمام المجلس، وإعداد تقرير في شأن ذلك مصحوباً بالتوصيات اللازمة للعرض على المجلس الموقر لنظره بشكل عاجل وفي أقرب وقت ممكن، عملاً بحكم الفقرة الأخيرة من المادة 214 من اللائحة الداخلية للمجلس المشار إليها. وأرجو من اللجنة الاهتمام بهذا الموضوع الذي يمثل شأناً واهتماماً عاماً.